وضعهم تاع اليوم. الصحافه لاباس عليهم، الصحافيين لاباس عليهم، يخدموا في الجزيره ويخدموا. عندنا صحافه اللي يقول لنا في المواضيع وفي المشاكل نتاع ليبيا، فراس جديد من الذيبه مسكين، عاطينه كاسك جاي. نعم، على الاقل يشارك وياخذ لي كسوه نتاع صحافي نتاع بريس نتاع على الاقل. على الاقل ركز هنا فك لو شم معناها تاعي يعني.